إذن هذه كانت الصورة في الأسواق الخليجية. ماذا عن البورصة المصرية؟ كيف تبدو الصورة بعد مرور دقائق معدودة على بدء تداولات هذه الجلسة؟ التراجعات بقرابة 13 نقطة مئوية بعد أن كنا قد شهدنا تراجعا وصل إلى 1% في جلسة يوم أمس. يوم أمس كان اللافت مبيعات الأجانب ومبيعات العرب، بالمقابل كان هناك صافي شراء من قبل المصريين. أحجام التداول في جلسة أمس تقريبا بلغت 3,400,000,000 جنيه، و رأس المال السوقي الذي كان قد خسرته البورصة في جلسة يوم أمس وصل إلى تقريبا 14 مليار، إلى قرابة تريليون و950 مليون 950 مليار جنيه، يعني تريليون و950 مليار جنيه كان إجمالي رأس المال السوقي في جلسة يوم أمس. هذه هي الصورة من ناحية التداولات من حيث القيمة، على رأسها دلتا للطباعة والتغليف بتراجعات بقرابة 10%. من هذه الشركات يعني كما نرى التعمير والاستشارات الهندسية قد تكون يعني من الشركات ذات التراجعات بقرابة 6%، شركة في قطاع البناء وقطاع العقارات أو تعمل بالإجمال بهذا القطاع. كيف تبدو الصورة على باقي المؤشرات؟ يوم أمس كنا قد شهدنا تراجعات على 70 وعلى 100 المتساوية الأوزان، وفيما يتعلق بقطاع البنوك يبدو أنه على استقرار في هذه الأثناء، ميل بسيط إلى التراجعات ولكنها أقرب إلى الاستقرار. سنرى إذا ما سيستطيع الخروج من دائقة التراجعات والضغوط البيعية، علما أنه كان قد تعرض أيضا لضغوط في جلسة يوم أمس منذ بدايتها. كيف تبدو الصورة في قطاع العقارات؟ يوم أمس كنا قد شهدنا ارتفاعا على قطاع العقارات في بداية الجلسة، إلا أنه يبدو أن الصورة مختلفة تماما اليوم. التراجعات بواحد وربع نقطة مئوية في هذه الأثناء مع بداية التداول. سنرى إذا ما ستتغير هذه الصورة تباعا خلال الجلسة. تعودنا في الجلسات الماضية أو في الأيام الماضية أن يكون هناك تحول خلال الجلسة في من ناحية الخروج من التراجعات باتجاه الارتفاع أو العكس. هذه هي الصورة بقطاع الموارد الأساسية التي أيضا تتعرض للتراجعات بأكثر من 1%. إذن تراجعات على معظم القطاعات الرئيسية أو القطاعات القيادية في السوق. بالنسبة للسبعيني والمئوي، نظرة سريعة على تحركاتهما، كيف تبدو الصورة؟ هذه هي تحركات السبعيني الذي أيضا يتعرض للضغوط البيعية، وكذلك الأمر بالنسبة للمئوي بطبيعة الحال. يعني إذا كان السبعيني والثلاثيني يتراجعان فالمئوي يتراجع بطبيعة الحال. على كل حال، المزيد من الأخبار حول محركات السوق يعني طبعا سنتابعها مع زميل محمد سعيد. نعم نور، ينضم إلينا من القاهرة مراسل الشرق الأخبار الزميل محمد سعيد. محمد، الأسواق المصرية في جلسة اليوم على بعض التراجعات كما تحدثت نور، ما هي المحركات للسوق في جلسة اليوم؟ نعم، تحياتي عماد ونور. بالفعل وكما أشرتم، ربما كان القطاع العقاري أو أسهم الشركات العقارية هي الضاغط فيما يخص التراجعات المسجلة على تداولات البورصة المصرية في تعاملاتها لجلسة أمس، وسط ضغوط بيعية شهدناها من قبل المستثمر العربي والأجنبي. وتتواصل هذه الضغوط البيعية اليوم أيضا عماد، يعني نتحدث عن خسائر 3/4 النقطة المئوية للمؤشر الرئيسي في الدقائق الحالية، وتقل قليلا الى 55% للمؤشر الخاص بالشركات الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70، ما ياتي وسط ترقب وتتبع الاسعار صرف الدولار الامريكي في البنوك المصريه، والتي باتت عنصرا حاسما في تقييم الاستثمارات للمستثمر الاجنبي والعربي تحديدا في البورصه المصريه، لا سيما مع تقرير حديث لكابيتال ايكونومكس يتحدث فيه عن توقعات باستقرار سعر صرف الدولار الامريكي في البنوك المصريه عند مستوى 49 جنيها بنهايه العام الحالي عام 2024، علما بأن السعر الحالي لسعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية يقل قليلا عن 48 جنيها للدولار، بعدما كان هبط دون 46 أو دون 47 جنيها خلال مطلع الأسبوع الحالي. وهي الأمور التي يعني تنعكس فيما يخص التقييمات وفيما يخص أيضا توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، والتي تتوقع كابيتال إيكونومكس في تقريرها المشار له أن تسجل مصر نمو الانتاج المحلي الإجمالي إلى 2.3%، وهو ينخفض عن التوقعات الخاصة أو الصادرة من وزارة التخطيط المصرية والبالغة 4.1% لنهاية العام المالي الحالي. كابيتال إيكونومكس تتوقع أن تقل وتيرة النمو فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل إلى نحو 1.5%، على أن تعاود الصعود في العام المالي التابع عليه عام 2025-2026 لتدور إلى أو لتصل إلى مستويات
قد تصل إلى 5% بحسب هذا التقرير. فيما يخص أبرز أخبار الشركات المقايضة في السوق والتي نتتبع تأثيرها على أداء الأسهم المقايضة في السوق، ما أعلنته شركة إي فاينانس المصرية عن اتجاهها لزيادة رأس مالها المدفوع من 924 مليون جنيه مصري إلى 1.15 مليار جنيه مصري، بزيادة تزيد عن 200 مليون جنيه مصري يتم تمويلها عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع ربع سهم لكل سهم. والشركة أيضا اتخذت قرارا ببيع كامل أسهم الخزينة في رصيدها والبالغة نحو 10 أو أكثر قليلا من 10 ملايين سهم، وسيكون هناك المزيد من التفاصيل في هذا الخبر تحديدا. وفيما يخص أيضا إفصاحات الشركات، هناك إفصاح من عمومية النساجون الشرقيون للسجاد والتي من المتوقع أن تناقش في اجتماعها المقبل خلال أيام تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة. في أبرز هذه المواد تقليص عدد مقاعد مجلس إدارة الشركة، وأيضا عدم وجود قيود على توسعات أو يعني اتجاه الشركة للحصول على تمويل عبر إصدار أدوات مالية. كان الأمر يرتبط بقيود ترتبط برأس المال المصدر وضرورة سداده كاملا. هذا الشرط ربما لا يتواجد في المادة بعد التعديل والمقرر أن تناقشها عمومية الشركة. وفي نتائج الأعمال، يعني هناك ما أعلنته الشركة العربية للأقطان عن نتائج أعمالها المستقلة عن الربع الأخير من عام 2023، والتي نجحت فيه الشركة بالنمو وأرباحها بأكثر من 33% لتسجل ما يزيد عن 20 مليون جنيه مصري صعودا من أرباح مقارنة كانت تبلغ 15.4 مليون جنيه مصري مسجلة فيها الربع الأخير من عام 2022، وهو النمو الذي جاء مدعوما بتقييم استثمارات الشركة بالقيمة العادلة بحسب ما أشارها بيانها المالي. من أمام البورصة المصرية في القاهرة، مراسل الشرق للأخبار محمد سعيد، شكرا جزيلا لك. اعتمد مجلس إدارة شركة إي فاينانس المصرية مقترح توزيع أسهم مجانية لحملة الأسهم بواقع ربع سهم لكل سهم أصلي. اعتمد تمويلا من الاحتياط الخاص بأسهم الإنابة والتحفيز، بحيث تتم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 924 مليون و450 ألف جنيه إلى 1.160 مليار جنيه. ووافق مجلس إدارة الشركة على بيع كامل لرصيد أسهم الخزينة دون التأثير في سعر السهم قبل مرور عام على شرائها تجنبا لإعدامها. من القاهرة ينضم إلينا السيد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإي فاينانس. أهلا بك معنا في البرنامج وشكرا لانضمامك إلينا اليوم سيد إبراهيم. بداية دعنا نتحدث عن أسباب هذا التوزيع ولماذا اتجهتم لزيادة رأس مال الشركة في هذه المرحلة. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. احنا طبعا الحمد لله سنة 23 كانت سنة فارقة وعظيمة في النتائج بتاعتها، مش بس من النتائج التشغيلية إنما من المركز المالي للشركة اللي كل شوية الحمد لله بيقوى سنة عن سنة. احنا الأسهم اتكونت من الاحتياطيات، زيادة رأس المال اتكون من الاحتياطيات اللي كانت موجودة في نظام الإسابة والتحفيز اللي كانت موجودة من السنتين اللي فاتوا من وقت ما نزلنا البورصة. وبالتالي الاحتياطات دي كانت مهمة قوي ان احنا نستفيد فيها في خطة التوسعات بتاعت الشركة. احنا 25% زيادة من رأس المال الحمد لله هتقوي المركز المالي للشركة في الاستثمارات الجديدة بتاعتها والحالية. الاستثمارات دي هتركز على 5 مجالات. المجال الاول ان الشركة بتستحوذ على نسب في شركات المدفوعات اللي موجودة في السوق المصري عشان تقوي الشركات دي من ناحية الانبلر بتاعه السيرفيسز اللي الشركه بتعملها. نمره 2 بنقوي الماركت شير بتاع الشركه في المجال ده بالنسبه للبوبوليشن الكبيره في مصر. نمره 2 البنيه التحتيه التكنولوجيه في مجال السكيورتي والاي اي والبيج داتا، ده جزء مهم قوي الشركه من السنه اللي فاتت بتضاعف استثماراتها فيه. الجزء الثالث ان الشركات التابعه ونجاحاتها زي اي تاكس واي هيلث في المجالات الكبيره للتامين الصحي ومجالات الحلول الضريبية في جمهورية مصر العربية والنتائج المهمة اللي حصلت السنة اللي فاتت أدت إلى زيادة استثماراتنا في الشركتين دول والشركات الأخرى التابعة. نمرة 3 الوجود في مصر. نمرة 4 الوجود في مصر للخدمات الرقمية البنكية أدت إن الشركة بتستثمر أكتر في الخدمات دي عشان تبقى إنبلر
للبنوك الرقميه اللي هتتاح من البنك المركزي الرخص ليها قريبا. وبالتالي دي المجالات في السوق المصري. بالنسبه للخارجي، التوسع الخارجي مهم لينا. انتوا حضراتكم عارفين ان احنا بدانا في السعوديه، اخذنا اللايسنس بتاع الفرع بتاعنا، ودلوقتي بنجهز للبنيه التحتيه والاستثمار هناك مع البارتنرز اللي موجودين في السعوديه. الجزء الثالث ان احنا بقى في بلاد تانية اخرى، مش في افريقيا بس اللي احنا كنا مركزين عليها، بقت في اسيا. طيب. زي سلطنه عمان بدانا طيب النيجوشيشن سيد مع بارتنرز هناك. اذا سمحت لي، يعني زيادة رأس المال هذه التي تحدثت عنها، إذا ما أضيف لها أيضا تحرر أسعار الصرف وتغير أسعار الصرف في مصر، كيف من الممكن أن تنعكس على خططكم التي ذكرتها في التوسع، سواء توسع محليا أو حتى إقليميا؟ طبعا إحنا كان التوسع الخارجي بالنسبة لنا كان مهم، بس كانت طبعا عواقب الـ 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 الإتاحة بتاعت الفورين كارنسي في الوقت اللي فات كانت شوية عطلتنا. بالتالي دلوقتي وجود الدعم المالي الكبير اللي حصل في زيادة رأس المال بلس الخطط اللي موجودة سابقا، هنقدر إن شاء الله يدي دفعة كبيرة للتسهيلات اللي البنوك هتبتدي تدهلنا للخروج بره مصر. الجزء المحلي السوق في مصر بيكبر. الانفستمنت اللي حصلت في الدولة الخمس سنين اللي فاتوا في البنية التحتية بالبوبوليشن الكبيرة اللي هنا، مع الوجود لسه روم كبيرة قوي لخدمات البنوك في مصر الرقمية والمالية، ده بيؤدي ان مكانة اي فاينانس بتكبر اكتر واكتر، ولسه في جروس، والجروس ده بان السنة اللي فاتت واللي قبلها، وان شاء الله السستينابيليتي بتاعته تبقى كمان في السنتين ثلاثة اللي جايين. ده ادى الى ان قوة المركز المالي هنا، وجود الاحتياطيات اللي موجودة، وكمان ان احنا بنوزعها بصورة اسهم مجانية مع التوزيعات النقدية اللي بتتم، ده بيخلي العائد للمستثمر أقوى. الأهم من ده إنها مش بتخص سنة واحدة، زي ما حضرتك ذكرت الحمد لله بنوزع سهم لكل أربعة، لا إن شاء الله كمان هتبقى بالصفة سنوية السنين اللي جاية، وده بيكبر أكتر أكتر تمسك المستثمرين بشركة إي فاينانس، وبيدينا بريفليج مع المستثمرين إن شاء الله في السنين القادمة. سيد سرحان، أنت كنت قد أوضحت للشرق قبل فترة بأن هناك عددا من صناديق الاستثمار الأجنبية والعربية التي كانت قد دخلت في محادثات من أجل الاستثمار في إي فاينانس. هل هناك أي تغير جديد في هذه المحادثات؟ هل هناك صناديق استثمار أجنبية وعربية أخرى أبدت اهتماما في الاستثمار في إي فاينانس، والآن أنتم يعني تتحدثون عن هذا التوسع في أسواق أخرى؟ طبعا احنا الخطوه المهمه اللي الحكومه عملتها في تحرير سعر الصرف ادت الى ارتياح للصناديق الاستثماريه العالميه بالرجوع تاني الى مصر. واحنا يمكن كان عندنا روتشو موجود في دبي من 3 اسابيع، ولقينا استجابه كبيره من صناديق استثمار اجنبيه وعربيه، وبدات النيجوشيشن فيها. ودلوقتي بقى هيبقى في اريحيه اكتر، لان طبعا هيرجعوا للاستثمار في الأسهم والبورصة المصرية، وده شاهدناه في الفترة اللي فاتت من ارتفاع للأسهم في وقت كبير، والحمد لله كان برضو نصيب السهم بتاع إي فاينانس كان مهم. التداول بتاع عدد المتداولين على السهم تضاعف بنسبة 50% في الشهرين اللي فاتوا، بلس كمان أن الصناديق والاهتمام الصناديق ده بدأ مع عندنا مع قطاع الاستثمار، بدأوا بقت في محادثات كبيرة في الفترة اللي فاتت دي للأبيتايت بتاعهم انهم ان شاء الله يخشوا ويزودوا حصصهم في جوه هذا في بأي نطاق يعني زمني، او في اي مرحلة من الممكن ان يكون ذلك، خلال مثلا نصف الثاني من هذا العام او في فترة لاحقة؟ هو طبعا زي ما حضرتك عارفة ان كل هذه الصناديق كانت في مرحلة ترقب، وبالتالي بالنتائج الكويسة وبحالة السوق اللي فيها تفاؤل في مصر الحمد لله بعد القرارات الجديدة، ده خلى الدنيا يبقى فيها وتيرة سريعة. فاحنا يعني ان شاء الله متوسمين خير ان قبل 30/6 هيبقى الدنيا دي ان شاء الله ظهرت بوضوح، عدد الصناديق اللي ممكن تزود حصتها او الجديدة اللي ممكن تخش.
وهل لديكم أي تصور لهذه النسب أو هذه القيم التي من الممكن أن يتم استثمارها أو أن يعني أن يأخذ حصصا مقابلها؟ النسب بالنسبة للصناديق الاستثمار بتعتمد على حاجتين: الاعتماد القوي على المستثمر المحلي الكبير اللي هو بنك الاستثمار القومي والنسبة بتاعته، والصناديق دي والابيتايت بتاعها للنسبة اللي هي عايزاها. احنا ما بنقدرش نحكم في القصة دي دلوقتي، احنا بنحكم على حجم الطلب اللي موجود، وبالنهاية احنا مع المساهمين بنقدر نوفي الأجزاء المطلوبة من الطلب على الجزئية دي، إنما هيبقى في تحرك إن شاء الله، هيبقى في تحرك. طيب سيد إبراهيم، بالنسبة للتسهيلات البنكية، نتحدث عن تسهيلات بنكية بأي حجم ممكن أن تلجأ إليها الشركة؟ طبعا وفق أسعار فوائد، إذا ما تحدثنا عن بنوك محلية في مصر باتت أعلى مما كانت عليه سابقا. احنا الحمد لله المركز المالي القوي بتاع الشركة ما بيخليناش ان احنا يعني بنلجأ لأرقام كبيرة من قصة الائتمان من البنوك، والموديل بتاع الانفستمنت بتاع الشركة في البنية التحتية وتقديم في حدود كم نتحدث سيد إبراهيم من الممكن ان تكون؟ والله يعني نسب بسيطة جدا، يعني مش نسب كبيرة، ما اقدرش اقول لحضرتك انها احنا معتمدين عليها، ومش مؤثره في التكلفه بتاعتنا، بدليل ان السستينابيليتي بتاع الجروث بتاع البروفيت مارجن بتاعنا والارباح التشغيليه الحمد لله معدلاتها في السياق العالي بقى لها اكتر من 3 سنين، وبنتوقع ان شاء الله انها تستمر السنه دي باذن الله. نحن نشكرك جزيل الشكر سيد ابراهيم سرحان، رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لإي فاينانس، على مشاركتك معنا.